الشيباني وبرزاني يتفقان على حل الخلافات، والأخير يشيد بخطوات الحكومة في بناء الدولة. بغداد تجدد موقفها بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي، وواشنطن تحث أنقرة لاحترام سيادة العراق. أطراف نيابية تستبعد حسم منصب رئيس البرلمان قريبا، وتقدم يستعيد عددا من أعضائه المنشقين. تتابعون في نشرتنا أيضا لهذه الساعة من الرابعة، المحكمة الاتحادية تنظر بطعون الموازنة مطلع آب المقبل، الدولار يواصل الارتفاع وإجراءات لكبح جماحه. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني قطع شوط مهم في بناء الثقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم وتجاوز المشكلات الموروثة. السوداني وفي تصريح مشترك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في بغداد، أشار إلى أن الأوضاع الإقليمية وتطوراتها كانت حاضرة في اللقاء. قطعنا شوط مهم في بناء الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتجاوزنا المشاكل الكثيرة والموروثة منذ سنوات وفق الدستور والقانون، ونحن ماضون باتجاه فتح فرص التنمية وآفاق المستقبل بالشكل الذي يعود على شعبنا في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار. الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تحصل أيضا كانت جزء مهم من هذا الحديث الذي يمثل ضرورة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تواجه المنطقة. من جهته قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن السوداني يقود الدولة بنوايا حسنة، وأكد بارزاني أن زيارته إلى بغداد تأتي بهدف تعزيز الجهود التي أدت إلى انفراجة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم. وتفضل دولة الرئيس، كان حوارنا حوار بناء، سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي أو فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، وكانت وجهات النظر متطابقة، وبإذن الله سوف نواصل التنسيق والتعاون. تأكد ما كنا نقوله دائما، أنه إذا توفرت النوايا الحسنة فليست هناك مشكلة مستعصية على الحل. الحمد لله هذه النوايا متوفرة، ودولة الأخ رئيس الوزراء يقود الدولة بهذه النوايا، بهذه النوايا التي أوصلتنا إلى هذا الوضع المريح، ونأمل أن تكون النتائج لصالح كل العراقيين بإذن الله. قال نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان إن زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد ستكون تاريخية ومهمة، وأكد سليمان أن بارزاني سيلتقي قادة العملية السياسية بالعاصمة الاتحادية بغداد للتشاور والحوار ومناقشة الملفات لوضع الخطوط العريضة لجميع المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية العراقية بشكل عام، وما يتعلق بين حكومتي بغداد وأربيل بشكل خاص. صادقت مفوضية الانتخابات على تعليمات التسجيل وقوائم المرشحين لانتخابات كردستان العراق، وذكر بيان للمفوضية أن أعضاء مجلس المفوضين وبعد المداولة قرر المصادقة على قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة، لافتا إلى تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعليمات إزاء القرار.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توزيع أكثر من 66 ألف بطاقة بايومترية في إقليم كردستان العراق. ودعا مسؤول إعلام مكتب المفوضية في أربيل أحمد مازن الناخبين الذين تخطت بصماتهم أجهزة الاقتراع في الانتخابات السابقة لمراجعة التسجيل خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري لإعادة تسجيل بصماتهم. ومن ضمن نشاطات مكتب انتخابات أربيل الحالية، نحن نوزع ما يقارب 66 ألف بطاقة بايومترية وصلتنا حديثا، وهذه البطاقات للناخبين المحدثين حتى تاريخ 10/3/2024 في 53 مركز تسجيل وكذلك 85 فريق جوال. والإجراءات بسيطة جدا، مجرد الناخب يقدم هوية تعريفية ومن ثم يستلم بطاقته البايومترية، وكذلك يستطيع استلام بطاقته بالإنابة عن عائلته من الدرجة الأولى. ونحن نهيب بالمواطنين الكرام مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في داخل حدود محافظة أربيل وعلى الأقضية والنواحي لاستلام بطاقاتهم البايومترية التي تؤهلهم للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان القادمة. أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أن الحكومة تفاوض بقوة دول التحالف الدولي لإنهاء وجودها العسكري في العراق. السوداني خلال رعايته احتفالية تخرج الدورة 112 لضباط الكلية العسكرية أشار إلى أن الحكومة وضعت ملف تطوير القوات الأمنية ضمن برنامجها الحكومي وفي المقدمة لتجهيزه بأحدث الأسلحة العسكرية، لافتا إلى أن الحكومة لن تسمح لأي تهديد يمس أمن العراق والعراقيين. بفضل شجاعة قواتنا الأمنية وتضحياتها نفاوض وبكل ثقة دول التحالف على إنهاء هذا الوجود وهذه المهمة وتحويل العلاقة إلى علاقات أمنية ثنائية. لذلك فإن المهمة التي تقع على عاتقكم هي المحافظة على الاستقرار الأمني وعدم السماح لأي تهديد يمس أمن العراق والعراقيين، لأن استمرار الاستقرار يعني المزيد من التنمية والبناء والإعمار. لقد وضعت حكومتكم منذ تشكيلها موضوع تطوير القوات الأمنية والارتقاء بعملها ضمن البرنامج الحكومي، وهو ما تجسد لاحقاً في العديد من التوجيهات الخاصة برفع مستوى كفاءة القوات الأمنية وأن يتم تحديثها وفقاً لآخر ما توصلت إليه العلوم العسكرية والأمنية من نظريات وتطبيقات، وكذلك العمل على تسليحه بأحدث الأسلحة. وقد أصدرنا لهذا الغرض العديد من التوجيهات خلال ترأسنا للجنة العليا للتسليح. حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة التركية على احترام السيادة العراقية والتنسيق معها في أي عملية عبر الحدود. بيان للخارجية الأمريكية شدد على ضرورة حماية المدنيين في أي عملية عسكرية تشنها تركيا في شمال العراق، مبينا أن واشنطن تتفهم التهديدات المستمرة لحزب العمال الكردستاني. كشفت تقارير أمنية عن قرب نقل دفعة جديدة من عائلات داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدع في مدينة الموصل، وأوضحت أن القوات الأمنية تستعد لنقل 150 عائلة مكونة من زوجات وأطفال عناصر داعش من مخيم الهول السوري إلى الجدعة، مبينا أن الانتقال سيتم خلال الأسبوع المقبل. كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن منع حكومة الإقليم من إدخال لجانها إلى أربيل ودهوك للعمل على إغلاق مخيمات النازحين. المتحدث باسم الوزارة علي عباس في حديث لبرنامج من جهة رابعة الذي يعرض على شاشة الرابعة أشار إلى أن الوزارة ملزمة بإغلاق المخيمات وفق قرار مجلس الوزراء. إحنا ما صار اليوم هاي من صدر القرار نريد ندخل لجنة حتى ناخذ بيانات العوائل ما بالمناسبة ما تقدرون تدخلوها لأربيل طب ولادة هوك. أولا إحنا خبرتنا في عمل والتعامل مع النزوح مو اليوم
ما شاء الله احنا عندنا ملفات كذا. 2006 و7 الملف انتهى بهذا السيناريو انه ثلاث خيارات هذا معيار دولي وهسه دا تشتغلون عليها نقول بس دا يقول ماكو هيجي احنا ما مانعين كوادر الوزاره لا مانعين لا انا بالميدان انا مدير عام مو متحدث فقط انا اليوم بالتواصل شلون دا تمنعون استاذ محمود داعتك استاذ محمد انت معزتك غالي عندي واخ عزيز صدقني وهذا الكلام انا تواصلت ويا السيد ريبر معالي وزير الداخلية والرجل التقى بي وأكثر من مرة. من جهته أكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل وجود صراع بين البرلمان ووزيرة الهجرة حول إغلاق مخيمات النازحين. خليل في حديث أيضا لبرنامج من جهة رابعة أشار إلى أن الحزب الديمقراطي لا علاقة له بملف إغلاق المخيمات وإنه مع إغلاقه بشكل نهائي. صراع بين البرلمان والسيد الوزيرة والوزارة. نحن لسنا أعداء مع السيد الوزيرة بقدر ما ندافع عن حقوق الناس وبقدر ما نكون ننقل الحقائق ومكننا الله وبمسامات الشعب العراقي أن نكون رقيبا والرقيب إما أن نكون متخوفا أو متخاذلا أو نكون صادقا وشجاعا أمام الرأي العام وننقل الحقائق كما هي. اليوم نحن نتمنى عودة النازحين اليوم قبل الغد وأنا كنت قائم مقام سنجار مررت على معالي الوزيرة عادت إلى الوزارة إلى السنجار 10670 عائلة بدون تطبيع الأوضاع وبدون الحقوق وأنا زرت أستاذ علي جانجير مشكوراً فقالوا لي أن حكومة أقليم شريك أساسي والمؤسسة البارزاني الخالد هو شريك أساسي لنا. من مختلف محافظات وطوائف العراق احتضنت جامعة الكوفة في النجف الأشرف ملتقا حواريا لنبذ التطرف. أجندة الملتقى والمواضيع المطروحة فيه رصدها مراسلنا في المحافظة تحسين الشيخ في هذا التقرير. في بادرة لم تكن الأولى من نوعها احتضنت فيها النجف ملتقا حواريا لنبذ العنف والتطرف. هذه المرة جامعة الكوفة كانت الراعية لهذا الملتقى الذي حضر فيه عدد من علماء السنة وأئمة المساجد من محافظة نينوى. هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركنا أساسيا من أركان المجتمع العراقي. هذا اللقاء والحوار جاء بناء على سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها في داخل دائرة البحث والتطوير بالتعاون مع عمداء كليات العلوم الإسلامية والفقه. هذه اللقاءات شملت جملة من الحوارات. كان الوفد يضم مجموعة طيبة من العلماء تفضلوا علينا بالزيارة وتفضلوا علينا بكلمات طيبة كريمة تؤثر العلاقة بين فئات المجتمع العراقي وتذيب الفوارق العقائدية. الملتقى تضمن عقد عدة اجتماعات وورش بحضور أساتذة من الجامعة والحوزة الدينية في النجف، واتفق المجتمعون على ضرورة البحث عن المشتركات والتركيز عليها كونها تسهم في بناء الوطن الواحد ونبذ الفكر المتطرف والعمل على تقوية أواصر المحبة والأخوة. حضرنا اليوم إلى مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه في دعوة من الأخوة ومن المرجعية الرشيدة للقاء الأخوة، ولا نقول مؤتمر ولكن نقول للتعارف. هذا الوفد الأخوي من أهلنا وأحبتنا وأبناء عمومتنا من الموصل من علمائها ووجهائها وممثلي شيوخ عشائرها في لقاء أخوي ودي. مدينة النجف الأشرف بماضيها وحاضرها لطالما لعبت دورا مهما في الحوار والتقريب بين المذاهب وكانت وما زالت حاضنة للعلم والعلماء والمفكرين. الجامعات باعتبارها ركنا أساسيا من أركان المجتمع باتت اليوم تلعب دورا مهما في تبني حوارات باتت تسهم في الحفاظ على النسيج العراقي. من أمام جامعة الكوفة
تحسين الشيخ الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، وبالعودة إلى ملف التحالف الدولي، ينضم معي في الاستوديو خبير الشؤون الأمنية والسياسية السيد عدنان الكناني. أهلا ومرحبا بك سيد عدنان، ضيفا كريما دائما وأبدا بالتأكيد على شاشة الرابعة. سيد عدنان، بدءا اليوم رئيس الوزراء أبدى الجدية الواضحة والحقيقية للمضي وبقوة لإنهاء ملف التحالف الدولي في العراق العالق لغاية اليوم. برأي حضرتك ووفقا للمعطيات، هل ستخضع الإدارة الأمريكية لهذا الملف؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جميع مشاهدينا الكرام، وحيا الله كادر قناة الرابعة المحترم. أهلا بك. الحقيقة راح نتحدث يعني بحقيقة دون أن يكون هناك أحلام أو ربما التفاف على الحقيقة. يعني احنا نتمنى أن يكون العراق خالي من أي وجود أجنبي بأرض العراق، والسيادة العراقية يفترض أن تتكامل بخلوها من أي تدخلات أو وجود أجنبي، سواء كان عسكري أو سياسي أو تأثيرات على القرارات السياسية، أو ربما تدخل من خلال ريموندات مسافات بعيدة، من خلال أذرع أو أدوات توغلت إلى السلطة أو التشريعية والتنفيذية. لكن نقول أن هذا الوقت وقت حرج جدا، لأن هنالك انتهاكات على حدود العراق من قبل الجارة تركيا، وبالتالي يفترض أن يتفاوض دولة الرئيس على مع الوجود الأمريكي ومع التحالف الدولي، لأنهم أتوا تحت مسمى أنه حماية السيادة العراقية والأمن العراقي والحدود العراقية من أي تدخلات خارجية أو داخلية. وفي ظل وجود التحالف الدولي هنالك انتهاكات من قبل الجارة التركية على حدود العراق. قبل ليلتين الجارة التركية أدخلت بحدود 300 دبابة على الحدود العراقية، وهنالك دوريات راجلة وهنالك دوريات آلية من قبل الجيش التركي بالحدود العراقية. كذلك هنالك قرى هجرت وهنالك بساتين جرفت من قبل الجيش التركي. لذلك نقول الآن قواتنا المسلحة العراقية لا تستطيع من أن تخرج القوات التركية من أرض العراق دون أن تكون هنالك مساعدة أو تدخل أممي أو دولي. نعتمد على دولة الرئيس أن يحفز التحالف الدولي والقوات المشتركة والعمليات المشتركة الموجودة بأمن العراق، والتي بإمكانها أن تحرك بعض القوات الدولية أن تتدخل لحماية حدود العراق بالوقت الحاضر، ثم الاتفاق على جدولة الخروج القوات الأجنبية من أرض العراق، لأن الذريعة بالقوات الأجنبية أن هنالك ربما نشاط لداعش الإرهابي وقد يتحفز هذا النشاط وربما تحدث بعض العمليات الإجرامية. يعني هنا السؤال سيد عدنان، إن سمحت لي بالتأكيد، يعني الجانة العسكرية بين بغداد وأربيل لم تصرح لغاية الآن حول أي نتائج، يعني هل هنالك مماطلة من قبل دول التحالف ربما لإطالة أمد بقائها؟ عفوا، بس إذا أمكن سؤالي ينعاد. نعم طيب، اللجان العسكرية اليوم يعني التي هي بين بغداد وأربيل لم تصرح ولم توضح أي شيء حول نتائجها، هل هنالك ربما تسويف مماطلة من قبل دول التحالف لإطالة أمد بقائها في العراق؟ بالنسبة للجان المشتركة بين كردستان العراق وبين الحكومة المركزية، هي تعمل لقراءة الجغرافية العسكرية في كردستان العراق وفي الحدود مع الجارة التركية، ممتاز، وكذلك مع الجارة إيران والجارة السورية. لذلك نقول أن هنالك انتهاكات واضحة وهنالك تهديد واضح، يعني هنالك انتهاك من قبل الحدود التركية وهنالك تهديد من قبل الحدود الإيرانية. واللجان المشتركة يفترض أن تطلع الحكومة أو تعطي تزود الحكومة تقارير مفصلة عن حجم التهديد على حدود العراق. لذلك قواتنا المسلحة العراقية تبني دفاعاتها على ضوء حجم التهديد الذي ممكن أن يهدد حدود العراق. فأعتقد يعني ربما هنالك تقارير سرية غير معلنة، وربما هنالك مجاملة لبعض الجهات التي ممكن أن تؤثر على حدود العراق. نعتقد أنه القراءة الجغرافية واضحة جدا، والتقارير الأمنية إذا كانت يعني تم تزويد الحكومة بها أو لم يتم فهي واضحة، واضح التهديد على حدود العراق. الانتهاك التركي واضح جدا على حدود العراق، والتهديد الإيراني كذلك واضح جدا على حدود العراق. والجهتين يعتقدون أن هنالك جواز قانوني وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بحدود التهديد ومسألة الأمن القومي سواء كان الإيراني أو التركي، بخصوص أن هنالك جهات معارضة لإيران ولتركيا بالأرض. نعم، لكنها بالمقابل سيد عدنان، يعني لو بقينا نتحدث عن الخروقات التركية المتكررة للشمال العراق، اليوم أنقرة تصر على ذلك ولم تحترم المواثيق الدولية
بل هي بالعكس تخترق اليوم المواثيق الدولية ما بين تركيا وما بين العراق. شوفي سيدتي الكريمة، يعني هنالك تجاوز تركي واضح، يعني هنالك تجاوز على دفعات المياه من قبل الجارة التركية، وهنالك حجب لدفعات المياه. هذا ما يخص الاقتصاد العراقي والحياة العراقية واستخدام سياسة التعطيش للمجتمع العراقي والأرض العراقية. فمعناته أن تركيا الآن تحارب العراق بالوسيلتين، الجيش والاقتصاد وأيضا حجب دفعات المياه. الغريب أنه الحكومة العراقية تكافئ تركيا على حربها على العراق. الانتهاك التركي الآن تجاوز 30,000 خرق على حدود العراق، وتركيا الآن متوغلة بالأرض العراقية في بعشيقة بحدود 200 كيلومتر. هي متوغلة هي متوغلة بالشمال سيد عدنان، يعني الحكومة الاتحادية هنا تقصد بها الحكومة المركزية بغداد هي من تسمح لتركيا، أم اليوم الأقرب للمشهد هو الإقليم، إقليم كردستان العراق؟ لا لا، أنا لا أتهم لا حكومة الإقليم ولا حكومة المركز، ونحن نتساءل فقط، بس هنا راح نستقرئ ما موجود، وبالتالي من خلال القراءة سنعرف أنه من الذي يتستر أو من الذي يجامل أو من الذي يغض النظر، وما هي الغاية والأبعاد. نقول الانتهاك التركي الآن واضح جدا على حدود العراق، 200 كيلومتر محطة استخباراتية مخابراتية في بعشقة منذ حوالي 7 سنوات، و40 كيلومتر إلى 50 كيلومتر في بعض الأماكن في شمالنا الحبيب متوغل الجيش التركي، وهنالك دبابات اجتاحت الحدود العراقية، وهنالك طيران يجتاح حدود العراق، وهنالك قوات مجوقلة وقوات برية تجتاح حدود العراق، وهنالك مصايح تم قصفها من قبل الجيش التركي سواء كان بالمسيرات أو الصواريخ، وهناك شهداء وجرح سقطوا جراء هذا. بالمقابل أنه ردود أفعال العراقية خجلة بخصوص الانتهاكات، وأيضا بالمقابل هنالك حجم تبادل تجاري وواردات من تركيا قارب 20 مليار دولار. هل هذه هي مكافأة للجيش التركي على انتهاكات الحدود، أم ربما هو الحاجة للواردات من تركيا؟ أعتقد يعني ليس هذا وليس هذا. لذلك على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات الحقيقية الصارمة. أولا يحتاج أن نحصل خروقات التركية، ثم يفترض أن يكون هنالك تدخل أممي. الحكومة العراقية يفترض أن تقوم بتقديم شكاوى قضائية في المحافل الدولية سواء كان في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي على الخروقات التركية. كذلك الذريعة التي تتخذها تركيا للتوغل بأرض العراق وهم البككة، يفترض أن يوضع حل لوجود البككة بأرض العراق، وما هي الغاية والمبررات لوجود البككة بأرض العراق. أعتقد لا ضرورة لوجود قوات مسلحة بأرض العراق قد تشكل خطر وتهديد على أمن وسلامة العراقيين، خصوصا قبل يومين تم إلقاء القبض على 3 عناصر يعملون مع البككة قاموا بإحراق أسواق ومحال تجارية في كركوك وفي أربيل، ولديهم نوايا أيضا في إقامة مشاكل أو ربما بعض الثغرات الأمنية في بغداد. هذا ما كشفته وكالة الاستخبارات. فنقول إنه على الحكومة العراقية أن تكون أكثر جدية بالتعامل مع ملف البككة والخروقات التركية على حدود العراق. إذن يعني هذه الثغرات أو هذا عدم الاستقرار الأمني ربما سيد عدنان أيضا هو يؤثر لربما بالتدخلات الخارجية بالداخل العراقي. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، وبالتأكيد شكرا لانضمامك إلي في هذه النشرة الإخبارية لهذه الساعة. كنت معي في الاستوديو مباشرة خبير الشؤون الأمنية والسياسية السيد عدنان الكناني. استبعدت كتلة حقوق النيابية حسم منصب رئيس البرلمان بأول جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية. رئيس الكتلة سعود السعد قال أن موضوع اختيار رئيس جديد لمجلس النواب ما زال مدار بحث وجدل وتفاوض بين القوى السياسية المعنية، مشيرا إلى أنه لهذه اللحظة لم يتم الاتفاق على شخص معين لتسنم المنصب. أعلن النائب عادل خميس المحلاوي وعضو مجلس محافظة الأنبار أكرم المحلاوي العودة إلى صفوف حزب تقدم، وفي بيان لهما وجه الدعوة إلى الذين تركوا العمل ضمن صفوف الحزب بالعودة إلى طاولة الحوار والاتفاق على نقاط الخلاف ورسم مسار جديد ووضع آلية جديدة وخطة عمل تغلب المصلحة العامة على الخاصة.
علقت كتلة الديمقراطية الكردستانية عضويتها في مجلس محافظة نينوى إثر خلافات تتعلق بالصلاحيات الدستورية. وأكد رئيس الكتلة أحمد الكيكي أن قرار التعليق جاء للممارسات غير القانونية التي ينتهجها مجلس المحافظة والتي تعد خرقا فاضحا للقوانين وتطبيقها، فضلا عن خضوع مناطق المادة 140 للخصوصية القانونية والدستورية في الإدارة والتي تجاوز المجلس على بنودها في جلسته الأخيرة بحسب تعبيره. جددت الجبهة التركمانية تمسكها بمقترحها لإدارة كركوك وفق مبدأ المداورة في تولي القوميات الثلاث المناصب العليا في المحافظة. وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي أن هذا المقترح يمثل الخيار الأمثل لتحقيق التعاون المشترك والتمثيل العادل للجميع، وعلى القوى الفائزة الموافقة عليه لتعزيز العلاقات بين المكونات وعدم تعكير صفوها، فيما أشار إلى وجود شكوك لدى التركمان في رؤية بعض القوى. مجلس معطل وخدمات متدنية ومشاريع متوقفة، هكذا هو الحال في كركوك نتيجة الانسداد السياسي وتعطل تشكيل الحكومة المحلية. تفاصيل أكثر نتابعها مع مراسل الرابعة هناك مهند التميمي. أبعدت الخلافات السياسية الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية عن حقيقة ما جاءت من أجله وبرامجها التي أعلنت عنها. مجلس محافظة كركوك معطل وخدمات تدنت مستوياتها ومشاريع استراتيجية تنتظر التوافق لتكمل مسيرتها الاقتصادية. مدينة كركوك بدأت حقيقة بالفترة الأخيرة يعني جملة من المشاريع الاقتصادية من طرق من مطار من غيرها، لكن هذه المشاريع لا يمكن أن تستمر وممكن تنفذ مشاريع جديدة أخرى إلا أن تكون بمعية مجلس المحافظة، فهذا التأخر حقيقة راح ينعكس عليه هو تأخر بتنفيذ هذه المشاريع. يمكن هناك لجان للمراقبة، لجان للمحاسبة، هناك رؤية في آلية اختيار المشاريع اللي تتنفذ، ما تكون الرؤية محصورة بجهة معينة، راح يكون هناك رأي موحد. صراع قومي في إطار سياسي حول المناصب الإدارية التي لا تزال مقصد الكتل الفائزة ولا توافق حتى الآن يلوح في الأفق لتشكيل المجلس المحلي الذي وبحسب سياسيين هو سلطة رقابية تقويمية يسهم في تقديم الخدمات للمواطن. كان من المؤمل أن يكون هنالك حلول خلال الفترة الماضية، لكن دائما ما نصطدم بأن الأغلبية تتمسك بمطالبها بالحصول على منصب الإدارة و حسب ما تعتقد هي حقوقها، ومن المؤمل خلال اليوم أو اليومين القادمين تعقد جلسات أخرى بين الشركاء الفرقاء داخل المحافظة للوصول إلى حلول. من المؤكد تأخير عقد الجلسة الأولى وعقد المجلس وبناء الحكومة المحلية له تأثير سلبي كبير على الناحية الخدمية في المحافظة. ويبدو أن مصطلح خدمة المواطن لم يرد في قاموس التفاوضات بين الكتل الفائزة للوصول إلى تشكيل مجلس محافظة كركوك، سيما وإن المجلس وجد لخدمة المواطن وإدارة شؤون المحافظة. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. حددت المحكمة الاتحادية السادس من آب المقبل موعداً للنظر بدعوين تتعلقان بطعنين مقدمين بجداول موازنة العام الحالي. اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي كشف للرابعة عن تقديم طعنين، الأول يتعلق بدعوى بإلزام الحكومة بإرسال الحسابات الختامية، لافتاً إلى أن الطعن الثاني يتعلق بجداول الموازنة نفسها والقرار النيابي بالموافقة عليها. علل المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى توقف المنصة الإلكترونية التي كانت تستخدم لبيع الدولارات للمسافرين. صالح أكد أن البنك المركزي مستمر في السيطرة على سعر صرف الدولار
وقيمة الدينار العراقي، موضحاً أنه بدأ بتوفير الدولارات النقدية للسياح داخل العراق وخارجه لتحقيق السيطرة على أسعار الصرف. رغم تعهدات رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بعدم ادخار أي جهد في سبيل صياغة سلم رواتب جديد، إلا أن المشروع لا يزال يواجه العديد من التعقيدات، لا سيما وأنه وفق رئيس الوزراء يتطلب مراجعة 34 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون، وهو ما أكده مختصون عزين السبب إلى تشابك التعديلات والقوانين وغياب الغطاء المالي. في تصريح قد يحبط آمال مئات الآلاف من الموظفين، تؤشر الحكومة صعوبة في تعديل سلم الرواتب لما في ذلك من حاجة بمراجعة أكثر من 30 فقرة بين قانون وقرار. اقتصاديون بيّنوا أن الصعوبة تكمن في إيجاد تبويبات مالية ضمن الموازنة العامة. قضايا كثيرة وتبعات مالية ضخمة، لذلك أنه على المواطنين أن يعوا أنه كثير من هذه الأمور هي دعاية وفقط إعلام وليس له واقع، لأن وزارة المالية واضحة أنه هذا يرهق الموازنة العراقية، ومشكلة الموازنة العراقية هي كثرة الرواتب، وثلثي الموازنة تذهب إلى الرواتب، حتى إذا زادت تكون هناك مشكلة كبيرة في الموازنة العراقية. وتنم الحاجة الفعلية لتعديل سلم رواتب الموظفين لوجود تفاوت كبير بين وزارات الدولة ومؤسساتها، ولدى الكثير من الفوارق الطبقية والمشاكل الاقتصادية، لذا يمثل إقرار هذا القانون تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات. طبعا هذا المطلب جماهيري، وهو ينم على مبدأ سياسي وأخلاقي، هو العدالة الاجتماعية والاقتصادية في توزيع موارد الدولة، واعتقد ان هذا موضوع ضمن برنامج الحكومة، ولكن كثرة مشاريع الحكومة والزامها بموازنة 3 سنوات مع قصر فترة مدة العمل تواجه بعض المشاكل في إقرار هذا القانون. وشهدت الفترة القريبة الماضية تنظيم الكثير من الموظفين لتظاهرات احتجاجية تنادي بتعديل سلم الرواتب وتحقيق المساواة بين الوزارات. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد. وافق مجلس الوزراء على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء ضمن حساب الموازنة التشغيلية بمقدار 300 مليار دينار لمعالجة الاختناقات في المنظومة. وذكر بيان رسمي أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تخصيص 125 مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة لفك اختناقات قطاع التوزيع، إضافة ل 100 مليار دينار لشراء محولات لقطاعي النقل والتوزيع من وزارة الصناعة. وضعت وزارة الكهرباء خططا من 3 مراحل لمعالجة فك الاختناقات على الشبكة والمنظومة الكهربائية. المتحدث باسم الكهرباء أحمد موسى أوضح أن الوزارة أطلقت حملة واسعة لاستحداث المغذيات ونصب المحطات المتنقلة كمرحلة أولى قوامها 15 يوما، لافتا إلى أنها تبدأ بمعالجة الاختناقات وتحسين أداء شبكات التوزيع في بغداد والمحافظات، وكذلك للثانية والثالثة بذات الفترة. وجه مجلس محافظة كربلاء المقدسة كتابا إلى وزارة الكهرباء تضمن زيادة حصة المحافظة من الطاقة. وقال نائب رئيس المجلس محفوظ التميمي للرابعة أن الطلب جاء لمعالجة أزمة الكهرباء جاء بالتزامن مع حلول شهر محرم الحرام لرفدها ب 2400 كيفي. اليوم الجلسة رقم 18 لمجلس محافظة كربلاء، جلسة اعتيادية كانت تقريبا بنصاب كامل والحمد لله، تم بها مناقشة جملة من الأمور، ولكن قد يكون أهمها هو مشكلة تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية، لأن مثل ما تعرفون المحافظة تعرضت إلى مشكلة كبيرة قبل زيارة عيد الأضحى، ونخشى من تكرار نفس المشكلة قبل زيارة 10 من محرم أو زيارة 40. تم مفاتحة اللجنة العليا للطاقة وكذلك معالي وزير الكهرباء بضرورة وضع حل لمحافظة كربلاء، لأن قد يكون ارتفاع، لأن هذه الزيارة ستكون في وضع ارتفاع درجات الحرارة غير مسبوق.
رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال الإعمار ومكافحة الفساد، تبقى بحاجة إلى دعم سياسي تستند عليه بعملها. تقييم البرنامج الحكومي ووتيرة سيره حتى الآن نتابعه في هذا التقرير. 68% هي النسبة التي خرج بها تقرير اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق برنامج الحكومة الحالية المشكلة من ائتلاف إدارة الدولة. فاعتماد التقييم لعمل حكومة السودان جاء استنادا إلى حجم الإنجاز للمشاريع وبمختلف المجالات. يجب الاعتماد على معيار الإنجاز دون الضغط السياسي أو دون المعاكسة السياسية. 68% هي نسبة ربما قد تكون لم تحصل في السابق، على اعتبار أن هنالك كثير من التراكمات، وأعتقد إذا أردنا أن نتقدم بهذه النسبة يجب أن يكون هنالك دعم سياسي متوفر للسلطة التنفيذية. في ملف الاقتصاد والاستثمار ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات، عملت الحكومة الحالية منذ بداية تنصيبها وتقدمت كثيراً حتى وصلت لهذه الدرجة من التقييم العالي بتنفيذ خططها ومشاريعها، أي على عكس تعويلات الإخفاق التي كانت تراهن على حصولها جهات وتيارات سياسية. من خلال متابعتنا لهذا المحور هناك فعلاً أمور إيجابية في هذا المجال، في من خلال الإعمار، من خلال الخدمات، من خلال بعض البرامج اللي قدمت بها الحكومة، ملفات الفساد وملفات متابعة المهربين الأموال، وهذا الجانب أخذ متابعة قيمة من قبل الحكومة وجهات المختصة بهذا المجال. ويؤكد مراقبون أن عملية إتمام ما تبقى من فقرات في المنهاج الوزاري لحكومة السودان قبل انتهاء عمرها يتطلب دعما سياسيا مفتوحا يسهل من حراكها في إتمام مشاريعها الكبيرة التي تتحدث دائما عن أهميتها في تطوير مستقبل البلد. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. أكد السفير العراقي في سلطنة عمان قيس العامري أن العلاقات بين بغداد ومسقط مستمرة وبأعلى المستويات. العامري في حديث للرابعة أشار إلى أن موقف العراق متطابق مع موقف عمان بمختلف الأصعدة، لا سيما بشأن الأحداث في المنطقة. العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية العراقية في تطور مستمر. على المستوى السياسي اكو تطابق بالرؤى وتوافق في كل المواقف الدولية، خاصة أن المنطقة تمر بظروف استثنائية بعد أحداث غزة وما يحدث من اعتداء صهيوني وإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. الموقف العراقي والموقف العماني متفق في ضرورة استحصال الشعب الفلسطيني على حقوقه، وحتى الموقف الجماهيري العماني يتشابه أو ينطبق مع الموقف الجماهيري العراقي. احنا نعمل على انعقاد اللجنة المشتركة قريبا فيما بين العراق وسلطنة عمان، وإلها الآن بحدود 10 أو 12 مذكرة تفاهم معدل التوقيع فيما بيناتنا. نعمل على أن يدرج العراق ضمن قائمة الدول التي تحصل على فيزا للمواطن العراقي على في مطارات العمانية أو في الحدود العمانية. هذا وكانت أول رحلة طيران من بغداد انطلقت إلى إصلالة في سلطنة عمان بواقع رحلة واحدة أسبوعية، ومن المؤمل أن يلغي هذا الخط الجديد الترانزيت بعد أن أصبح السفر مباشرة بين البلدين. كل خط جديد أو وجهة جديدة إحنا بنفتحها كانت بمثابة هدف لينا سابق يعني، والحمد لله إحنا بنحس إن إحنا حققنا حاجة. دي كلها أوجه ربط بين بلدين شقيقين. الحمد لله احنا خلال الفترة اللي فاتت دي، مع انها كانت فترة يعني قصيرة جدا، الا اننا نقلنا اكتر من 10,000 سايح عراقي زاروا مسقط، ودي كانت اول مرة ليهم. نفس الوقت احنا كمان جبنا اعداد كبيرة من الجانب
العماني جم هنا برضو وشافوا البلد. النقلة الجديدة هي مباشرة ما بين صلالة في هذا الموسم الخريفي اللي يعني تنعم فيه هذه المدينة بأجواء جميلة جدا ما بين بغداد وما بين صلالة. لذلك هذه خطوة إن شاء الله نتمنى لها أن تستمر. بالنسبة للفيز فإنه السفارة يعني بذلت جهود جيدة في هذا الموضوع. طبعا بالبداية نشكر طيران السلام إنه سهل هذه المهمة، الجهد في الترانزيت وقلة التكاليف في إنه الوصول إلى أحلى المكانات وهي خاصة هذه الوجهة اللي هي صلالة. تحديات جمة تواجهها منظمة اليونسكو بتجميع أحجار منارة الحدباء في الموصل، ما هي هذه التحديات وتفاصيل أكثر حول المبادرة الإماراتية؟ رصدها مراسلنا بالمحافظة عمر القاسم في هذا التقرير، نتابع. هذا ما تبقى من منارة الحدباء الواقعة ضمن الجامع النوري الكبير في الموصل بعد تفجيرها عام 2017 على يد تنظيم داعش الإرهابي. تحاول منظمة اليونسكو تجميع أحجارها وإعادة تركيبها كأحجية من جديد. توقف العمل في الجامع مؤخرا بعد العثور على 5 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيم المتطرف. قامت قوات الأمنية بإبلاغ الجهات التي تعمل داخل الجامع بإيقاف العمل لحين رفع العبوات. طبعا لله الحمد العبوات كلها مسيطرة عليه، تم رفع عبوة واحدة منها والباقي 4، والآن قواتنا الأمنية بصدد رفع جميع العبوات. طبعا هذه العبوات هي من مخلفات داعش وليس عبوات جديدة. إعمار الجامع ومنارته الحدباء جاء بمبادرة إماراتية ضمن برنامج أحياء روح الموصل، كان من المفترض أن ينتهي الإعمار عام 2023، غير أن الاكتشافات الآثارية في الموقع ورفع المخلفات الحربية أضاف 2 سنين إلى السقف الزمني، فيما أعلنت مفتشية آثار نينوى استئناف العمل في الموقع مرة أخرى. تم استئناف العمل بعد رفع جميع المخلفات الحربية من قبل القوات الأمنية، وبدأ العمل مع منظمة اليونسكو وكوادر مفتشية آثار التراث نينوى في الجامع نفسه. وبني الجامع الكبير ومنارته الحدباء أشهر معالم مدينة الموصل في القرن 6 للهجرة على يد نور الدين زنكي حاكم الدولة الأتابكية قبل نحو 900 عام من الآن، وهو ثاني جامع بني في المدينة بعد الجامع الأموي. من الموصل عمر القاسم، الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة لهذه الساعة. هذا تذكير بأبرز العناوين. السوداني وبارزاني يتفقان على حل الخلافات، والأخير يشيد بخطوات الحكومة في بناء الدولة. بغداد تجدد موقفها بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي، وواشنطن تحث أنقرة لاحترام سيادة العراق. أطراف نيابية تستبعد حسم منصب رئيس البرلمان قريبة، والتقدم يستعيد عددا من أعضائه المنشقين. تابعتم أيضا في نشرتنا لهذه الساعة، المحكمة الاتحادية تنظر بطعون الموازنة مطلع آب المقبل، الدولار يواصل الارتفاع وإجراءات لكبح جماحه. إذن مشاهدينا الكرام، قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابعة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.